أمه، هو مروان قال لك اطلعي بره تاني ولا ايه؟ عامة بيتي مفتوح لك في أي وقت يا ست الحبايب، اتفضلي. اتفضلي يا أمه. أنا جاي أقول لك كلمتين، فوق واسمعني. كلمتين بس؟ طب قولي مليون كلمة، ده أنا ولدك. أقعد قدامك وتحت رجلك أسمعك لحد ما تقولي خلاص يا واد امشي، أنا خلصت كلام. طب اسمعني يا عاد. ريم ومحرم هما اللي راموك في مستشفى المجانين. وإيه كمان؟ أنت سامع أنا بقول إيه؟ مروان اللي قال لك تيجي تقولي كده؟ لا يا حسن، دكتور المستشفى هو اللي قال لي. هما كانوا عاوزينك انت واخوك تاكلوا في بعض. وهو برضو اللي قال له يحبسني في المخزن؟ افهم يا حسن. افهم ايه يا اما؟ جرى يا اما؟ هو مروان متربع جوي كده على قلبك عشان اول ما يشاورلك تجري عليه وتاخديه في حضنك تسمع كلامه كانه منزل؟ لا بس ده اللي حصل. المفروض اصدق واقول امين مش كده؟ يا حبيبي افهمني، ريم ومحرم كانوا عاوزينك انت واخوك تقتلوا بعض عشان يفضلهم الطريق، دول شياطين. احنا ملايكة ياك. طب فكر في كلامي واعجله بالراحة، هتلاقيه صح. انا مش هنسى اللي اتعامل معايا يا اما، مش هنسى الايام السودة اللي انا عشتها في المستشفى، مش هنسى انه جل مني قدام الرجالة والبلد كلها، مش هنسى يا اما. اقول لك ايه، تعالى معايا نروح للدكتور في مصر وهو يقول لك على كل حاجه. انا مش هسمع كلام حد غير عقلي ونفسي. بعدين بيني وبينك انا خلاص ما عدتش فاضي، انا مسؤول عن بلد بناسها، عندي حاجات كتير قوي اهم بكتير من الكلام الفاضي ده. اهم؟ اهم من اخوك؟ اخوي مراته قتلت ولدي. لا ما حصلش. زينب ما تعملش كده وانت عارف. مروان وعدك بايه؟ هيوعدني يعني بايه يا بنت كريمة؟ قالك هتبقي فوق الكل؟ قالك هتقعدي على البلد وتحطي على ناسها يا مرات عمي؟ قالك ايه؟ جابلك نوح على حجرك وقالك بصي في وشي وتملي منه؟ قلبك حن يا مرات عمي اول ما شفتي نوح؟ محنش ليه اول ما شفتي يا عبد الله؟ اشربي اشربي يملي بطنك. امشي دلوقتي يا ريتال. لا مش همشي يا حسن، انا قلبي محروق على ابني والكل ولا همه. الكل جيلي ورا زينب اول ما عرفوا ان هي دخلت السجن. انا اول ما شلت ابنها العين بقت عليا لكني نار مش هتطفي. أنا وأنت مالناش لازمة عند حد في العيلة دي يا حسن. ولا عندي يا ريتال. أمك هي اللي قتلت أبويا. بيتنا اتهد. واللي هده مين؟ حسن جوزي. بعد ما أبويا فتح له باب بيته وقال له هخليك فوق رقاب الناس والبلد كلها. بعد ما وقف جنبه لما الكل باعه واتجوزته عشان يحافظ على قيمته وسط الناس. ويبقى بيت العمدة هو بيته وتفضل ست جبرية صاحبة البيت الكبير. بعد كل ده ما تغدر. لو كنتوا فاكرين ان محرم ملوش حد ياخد حقه تبقوا غلطانين. سيب البتاع اللي في يدك ده. مش هسيبه يا حسن. ريتال! ايه يا بنتي؟ ايه يا بنتي؟ حسن الحقنا يا حسن. الواد عامل ايه؟ زينب بخير. زينب عامله ايه؟ تكون عامله ايه يعني؟ كويسه وهي مرميه في الحجز، ربنا يسترها معاها ويفك كربها، دي احسن واحده في اخواتها. ايه مش عاجبك الكلام؟ لا عجبني، عجبني قوي.
بس عصام باشي بعت لك السلام وبيقول لك ورق الطلاق نعيمي اتأخرت. غور غور لك تلك وبلغ عصام بيه انا طالع لما اطلع يقول على روحه يا رحمن يا رحيم. انا مش حمد يد عليك، انا عندي اوامر ان ابلغك وبس. بكره يوصلوا خبر طلاقها والا هطلعك من الدنيا يا بدري، وانت عارف ان انا شغلتي طربي اساسا. يا حلوة يا حلوة، عاملة ايه؟ طمنيني عليكي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا اختي حقك علي، بس بالك الدكتور طمني الحمد لله وقالي الجرح من على الوش بس وحتبقي ان شاء الله زي الفل. ده انت كمان حتى لو عاوزانا نطلع شوية نطلع وماله. نروح فين؟ ايه شموا شوية هوا نتمشوا كده ولا كده وترجعي في الاخر بيت جوزك. هو انا ليا بيت؟ يعني ايه؟ هو اهدي اللي لكي بيت؟ امال؟ طب بصي كده حواليكي ما شاء الله ما شاء الله، كل ده مش بيتك؟ يا سلام يا سلام. امال يعني ايه السرايا الحلوه دي كلها؟ حسن جايبها لمين؟ ده البلد كلها بيتك، هو احنا قليلين ولا ايه؟ رايحة فين؟ يهمك في ايه؟ خايفة عليكي؟ أنا مش عايزة حد يخاف عليا. عذركي والله، قلبك مجهور على ولدك، ده أنا لو منك أجيب لبنى دي تحت يدي وأقتلها قدام البلد كلها، بس أنت عاقلة وهتسمعي الكلام. لا عاقلة ولا كاملة. ومش عايزه اتكلم مع حد ولا اسمع كلام حد. ما تطلعيش اللي جوايا، لو طلع محدش من العيله دي هيمشي على رجليه. عارفه عارفه والله،